برحب بحضراتكم مرة تانية. لسه البيت الكبير مستمر ولسه فقرتنا ما خلصتش. هنتكلم بصورة أكبر وأعمق عن مباراة مصر وكينيا المهمة جدا بكرة اللي هتتلعب إن شاء الله في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية. الأماني كلها معلقة على الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري. كمان في مجموعة رائعة على مستوى اللاعبين، طبعا بيتقدمهم نجمنا العالمي محمد صلاح، والحقيقة حاليا في جيل كروي رائع للمنتخب الوطني كلنا متفائلين بيه الحقيقة، وكلنا واثقين فيهم. مش ناقص بس غير ان احنا نؤازرهم وندعمهم وربنا يوفقهم. هنتكلم طبعا بشكل فني اكبر عن مواجهه الفراعنه بكره امام كينيا مع واحد من نجوم منتخب مصر اكيد والنادي الاهلي، واحد من اللاعيبه الرائعين اللي يعني سواء كانوا داخل الملعب او براه. كابتن عادل عبد الرحمن برحب بيك ومنور البيت الكبير. مساء الفل يا سام، ازيك؟ اهلا بيك، وحشتوني ما شفتكوش. كابتن هاني ازيك؟ كابتن عادل بقالنا كتير ما شفناش. وحشنا يعني، بقالي مده ما جيتش البيت. أيوة الكبير كتير. منورنا دايما يا كابتن، ودايما اراءك صريحه وبتتكلم اللي في قلبك على لسانك زي ما بيقولوا. فخلينا نتكلم، ويمكن سام قالت نقطه مهمه جدا ان احنا ما شاء الله عندنا جيل مميز جدا من اللاعبين. الفتره الاولى لولايه الكابتن حسام البدري واول تعادلين مع كينيا وجزر القمر كان في بعض الانتقادات، والكابتن حسام البدري طلع وقال ان اللعيبه مش جاهزه بسبب كورونا و دلوقتي اعتقد كل الامور مهيئه للكابتن حسام بالقائمه اللي معاه باداء اللاعبين على مستوى المحترفين كمان، ان شاء الله بكره نشوف نتيجه جيده. شايف المباراه ازاي يا كابتن؟ يعني اول حاجه عاوزين نتكلم على الميزه انه كورونا جت عليك وعلى الناس كلها، يعني حتة جاهزيتك من عدم جاهزيتك دي موجودة في الفرق كلها يعني وفي المنتخبات كلها، ولكن انت عندك الامكانية الاعلى انه عندك لعيبة المنتخب المصري المحترفين برا بيلعبوا بصورة مستمرة، بس كان محمد صلاح نجمنا الكبير وتريزيجيه وكمان والنني. حجازي والنني ادى اداء كويس مع الارسنال، ومصطفى محمد لما راح تركيا جالات اسرائيل، يعني الدائرة المحترفين بقت واسعة شوية للكابتن حسام في اختياراته. الحاجة الثانية المهمة، عندك نادي زي نادي الأهلي بيمر بظروف جيدة، بيلعب مباريات جيدة، خد بطولات كتير، برضو ادتك جاهزية لعيبة النادي الأهلي يقدر ياخد منها عدد كويس. لعيبة نادي الزمالك كمان راحوا بيلعبوا بطولة أفريقيا، احتكوا كتير، لعبوا ماتشات كتير قوي، تقدر تاخد منهم لعيبه كويسه. عندك لعيبه بيراميدز برضه بيلعبوا بطوله افريقيا، فكابتن حسام عنده يعني جاهزيه كويسه للاعبين كويسين. المهم هنا الاختيار. الاختيار طبعا اختيار التشكيل تقصد، ولا اختيار الاختيار القايمه؟ اختيار القايمه. اختيار بمناسبه اختيار القايمه وكم مدرب يا كابتن عادل، ايه الفرق بين اختيار لاعب في المنتخب ما بينه وما بين اللاعب في أي نادي آخر؟ إيه الفرق؟ يعني هو سؤال جيد، يعني نقدر نقول إن لاعب المنتخب حاجة ولاعب النادي حاجة تانية. لاعب النادي ممكن أنا علشان القائمة محدودة، أو بالمعنى الأصح بيبقى بمتلك 25 أو 30 على حسب قائمة الاتحاد. نعم. البلد اللي هو بيختار بيقول قائمة النادي 30، فأنت ممكن تجيبي لعيب مضطرة أنك تلعبيه، لكن منتخب مصر دي قاعدة كبيرة، كل لعيبة مصر كلها تحت أمر المنتخب. فأنت ممكن تاخدي عندك يبقى حوالي لو بتلعبي 18 فرقة في الدوري، عندك 18 باك ليفت، عندك 18 سيرد باك، عندك 18 سيرد باك تاني، ففي عدد من اللاعبين الجيدين جدا اللي انت تقدر تختار. يعني رفاهيه الاختيار في منتخب مصر اوسع واكتر. هي بس هي محتاجه من المدير الفني الحكمه، انك انت في لاعب دولي، والكابتن هاني عارف الامر ده طبعا شخصيه دوليه، وفي لاعب الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري اول من ارسى الموضوع ده، اللي هو بمعنى انك انت مش ممكن تكون عملت اداء كويس في الدوري المصري، ولكن في نفس الوقت بعد ادائك كويس مش هتقدر تبقى لاعب دولي. وعندنا نماذج كتير ما نقدرش نقول اسماء، ان كانوا لعيبه محليه جيده قوي وبيلعبوا مباريات جيده، ولكن في الدولي وحته الدولي كانوا اقل. فعشان كده الاختيار بتاع المنتخب اوسع واعمق وقاعده اكبر، انك انت تختار لاعبين، لان كل قوام لاعبي مصر حتى
حتى الدرجة الأولى والثانية. يمكن عندنا فيصل لو فاكر يا كابتن هاني كان بيبص على كنا في المنتخب أيامها خد لاعب من الدرجة الثانية كان كمال فريد ساعتها لما خده المنتخب وجي وانضم المنتخب. علشان كده بيقول لك إن اللاعب حتى توصل لأقصى درجة الدرجات الأدنى في البطولات إنك أنت تتفرج عليها لأنها كلها تحت مظلة المنتخب. طيب من خلال القائمة دي يا كابتن شفت وانت بتقرا الأسماء كده شفت اسم وقفت عنده أو اسم كنت تتمنى تشوفه في القائمة؟ بص يا كابتن هاني أنت راجل مدرب وعارف ولاعب كبير طبعا ومحترف احترفت في أماكن كبيرة قوي. الاختيارات بتاعة المدرب أكيد ما فيش شك طبعا. أنت ممكن من وجهة نظرك تقول إحنا بره الموضوع نقول ان ليه ما خدش ده وليه ما خدش ده لكن هو بطريقه لعبه يقدر ياخد منتخبه. يعني المدرب الجيد اللي بيطوع اختياره على سيستمه وطريقه لعبه. في لعيبه خارج السيستم زي صلاح زي حجازي محترفين زي المحترفين زي دلوقتي مصطفى محمد من وجهه نظري برضو فرويد مهم جدا لمنتخب مصر في الوقت ده. فاحنا بنتكلم على الاختيارات. فأنا دايما عشان راجل مدرب ما بحبش إن أنا أتكلم في اختيارات. أنا أحب أتكلم استفاد إيه من الاختيار بتاعه. يعني بيختار العناصر اللي هتفيده أولا في طريقة اللعب بتفيده في كمان مش طريقة اللعب كتشكيل أنت كمان بتبص السيناريو بعد كده الاحتياجات خلال المباراة طبعا. وأنت كمان بتلعب ماتشين وبالتالي كان مهم جدا إن كمان كابتن حسام البدري ياخد كل القائمة معاه. يعني ما خدش مثلا كل ال 28 سافروا تحسبا طبعا لفيروس كورونا وكمان استعداد لمباراه جزر القمر. اكيد طبعا اكيد ده هي مهمه جدا انك انت تاخد اللاعبين كلهم علشان انت عندك مباراه اخرى قريبه جدا. والحاجه الثانيه كمان هو يعني احنا يمكن بنشوف في مصر بس ان احنا بنعمل استراتيجيه ماتش او اتنين. لا في ناس بتعمل منتخبات بتعمل للتصفيات كلها هوصل لهنا هاخد مين هوصل لهنا هاخد مين هوصل لهنا هاخد مين طريقه اللعب هنا في هلاعب كينيا غير لاعب جزر القمر غير ملاعب مثلا نيجيريا غير ملاعب الجزائر. تقصد القائمه بتختلف؟ القائمه طبعا تختلف كتير جدا. يعني في اوقات انك انت في مباريات بتعد فيها لاعبين للي جاي اوكي وفي اصعب يعني للمرحله الاصعب بمعنى انك انت ممكن تاخد لاعب انت عاوز تستخدمه قدام هتاخده في جزر القمر لكن مش تاخده في نيجيريا صحيح مش تقدر تديله في نيجيريا مش تقدر تديله في غانا مش تقدر تديله في المنتخبات الكبيره الماتشات الصعبه الثقيله لكن انت تقدر تشتغل معاه في الحته بتاعت ايه مباراه زي دي مش كينيا والتصفيات بتاع كينيا يمكن عندها خبرات شويه وكينيا خصم متوسط في القاره الافريقيه لكن جزر القمر رغم ان هي فرقه جديده ولكن بتمر بظروف ومراحل كويسه واحنا شفنا ان كره القدم في افريقيا اتغيرت واتطورت بطريقه غير عاديه علشان حته الاحتراف. فاكر كابتن هاني لما كنا بنلعب في بطولات افريقيا الفرق الكبيره اللي كانت بتلعبنا زي افريكا سبور وزي كوتوكو وزي الفرقه دي كان كل اللعيبه عامله ازاي؟ اللعيبه ما كانش لسه وصلت ان هي تروح اوروبا بسرعه كانت اقوى كتير لان ما كانش في الاحتراف اللي هو زي دلوقتي. يعني دلوقتي مثلا بطولات افريقيا بص تلاقي مثلا اسك ابيجان بيلعب في اسماء بفرقة. كبيره في اسماء كبيره من زمان قلت وفي اسماء ظهرت على الساحه طبعا. في اسماء كبيره كمان ظهرت على الساحه بلعيبه جديده بلعيبه يعني مميزه ويبقى كمان انت بتتكلم على شمال افريقيا تونس والجزائر والمغرب ما احنا شمال افريقيا يا كابتن هاني انا بتكلم لا يعني زي ما تقول اسك مثلا مش متواجد كوتوكو مش متواجد لكن في صن داونز طلع ما كانش متواجد من زمان في فرق كبيره طلعت من افريقيا مستواها جيد لكن عامه الفرق الافريقيه زمان اكيد كان المستويات على المستوى كمان البدني والفني كان اقوى وعلشان الاحتراف ما كانش بالطريقه دي بالزبط. ما كانش اسهل من كده صحيح. لكن اقول لك كانش بالسهوله دي ولكن اقول لك حاجه مهمه احنا شمال افريقيا لو انت فاكر احنا بنلعب بطولاتنا وبنهتم بيها قوي هم في فرق اللي احنا اتكلمنا عليها كوتوكو اسك والفرق دي كلها خلاص بقت عامله زي ايه زي فرق اكتشاف مواهب لاوروبا بياخدوها
حسام كتير بياخدوا الانديه الكبيره الاوروبيه، ممكن تعمل ديل مع نادي واثنين وثلاثه في الـ في الـ في الـ في المنتخب في الانديه الافريقيه دي، وبتشتغل معاه ان هي تصدر لها لعيبه، فهم بيشتغلوا عليه. البطولات المحليه عندهم بقت يعني اضعف كتير جدا. لا انا فاكر يا كابتن هاني اسك جه لاعب النادي الاهلي، وكنت انا بمرن في النادي الاهلي، وكان مدرب اسك كان بيدرب في الملعب اللي جنبي. هو كان فرنساوي يعني، كلمني بكلمه يعني بساله بقول له فرقه اسك دي انا ما شفتهاش السنه اللي فاتت خالص، يمكن متغير منها لعيب. قال لي احنا مغيرين 15 لعيب، لان 15 لعيب سافروا احترفوا بره. احنا بعناهم. وعلى فكره احنا اخر الموسم ده عندنا ال 15 اللي هم بيلعبوا في الوقت الحالي، وهو عدد 15 دايما بيفكروا فيه. ليه؟ علشان حته الاحتياطي، دول من الاساسيين اللي خلاص خدوا قرار ان هم يسافروا. ال 15 دول ما هيلعبوا البطوله دي ومش هتواجدوا تاني، مسافرين علشان الكره بقت اقتصاد، الكره بقت صناعه يقدروا يشتغلوا بيها. اللي ما يقدرش ياخد بطوله الفرق اللي هي ما معاش فلوس، فبتشتغل خلاص بقت تشتغل حته ان هم يصدروا لعيبه للخارج، يودوا لعيبه تحترف بره. طب بمناسبه ذكرك للاحتراف، وبمناسبه ذكرك على انه مستوى الكره الافريقيه تغير من وقتكم لحد النهارده اللي احنا بنشوفه ده، بيفكرني بالاهلي. الاهلي النهارده لما لعيبه بتلعب قدامه، اي فريق او اي لعيبه بتلعب قدام الاهلي، بتبقى عايزه تظهر بشكل كويس جدا، بتعتبر مباراه الموسم بالنسبه لها. لكن لما بنتكلم برضو على المنتخب الوطني ده، افتكر نفس الفكره بتنطبق على المنتخب. النهارده الفرق كلها عايزه تظهر قدام منتخب مصر، وبالاخص اسماء عالميه زي محمد صلاح، عنده فنيات، عنده امكانيات، فكل لعيبه عايزه النهارده تظهر قدام واحد زي محمد صلاح. النهارده حتى كان في تصريحات قويه من شويه من كينيا، الناس عايزه تشوف محمد صلاح، عايزه تلعب قدام محمد. برافو يا سام، فعلا يعني احنا كنا دايما بنتكلم على النادي الاهلي. فاكره انه مباراه الموسم بالنسبه لاي فرقه بتلعب النادي الاهلي. منتخب مصر كده برضه. صحيح. منتخب مصر من المنتخبات الكبيره، احنا كل الفرق عايزه تظهر قدام المنتخب، عايزه وبالاخص كمان لما يكون معاهم نجم كبير زي محمد صلاح. دي مباراه الموسم. طب اقول لك حاجه كمان، يعني كينيا لو محمد صلاح مش متواجد مع منتخب مصر تلاقي حماسهم، يعني هو هاني ممكن يفهمني في الامر ده، طبعاً الحماس ده بيزيد قوي امتى؟ عشان محمد صلاح نجم، النهارده السرد باك بتاعهم قال، ايوه السرد باك قال، يعني قال نفسي اقيس نفسي جنب محمد صلاح. طبعاً. يعني كل الامور طبعا بتختلف. كمان خلي بالك تريزيجيه كمان قايم بدور اكتر من طبعا لكن إن انت بتتكلم اسماء. طبعا صلاح في حته ثانيه. مع سام اتكلمت على نقطه مهمه جدا، سام كان بتقول على حته ان محمد صلاح زي ما اللعيبه كتير قوي بتحب تلعب قدام انديه كبيره زي الاهلي مثلا ان هي تظهر، وده مباراه الموسم، كمان منتخب مصر طبعا وكمان محمد صلاح لعيب عالمي، ودي حقيقه انه هتشاف كويس. الاخبار كلها، الناس كلها هتتكلم على محمد صلاح وعلى ان محمد صلاح. وعاوز اقول لك حاجه مهمه جدا عشان بس الناس تبقى عارفه، من اهم اسباب وجود محمد صلاح في اي نادي اوروبي وبيتمنوه وبيسعوا ان هم يتعاقدوا معاه، مش كره وبس، كمان كره ومع عدد كبير من جمهور بيبقى ورا صلاح. بمعنى ليفربول، لو احنا قسنا ليفربول من الانديه اللي ليها مشجعين كتير في مصر، كان عدد لما محمد صلاح التحق بليفربول صدقيني ان العدد في مصر بقى كبير قوي بيشجع ليفربول، وفي العالم الاسلامي كله كمان السبب. وفي الخليج محمد صلاح. عارف السبب خبير. السبب اللي انت بتتكلم عليه عادي، يمكن النهارده في تقارير ان كمان وارد جدا انتقال محمد صلاح لباريس سان جيرمان. لما قالوا باريس سان جيرمان كمان ليه؟ لان في جزء كبير اللي انت بتتكلم عليه عمليه الفولورز وعمليه التسويق لمحمد صلاح على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى افريقيا، ده كمان بيعلي، رغم ان باريس سان جيرمان اسم كبير لكن بيزيد قيمه كبيره لباريس سان جيرمان. انت فاكر الباير لما جه لعب النادي الاهلي في بطوله في كاس العالم للانديه، الباير اتكلم على وانت يمكن من المتابعين الالماني يعني، او الدوريات او الدوري الالماني والباير،
شفت نزله في الصيد بتاعه من النادي الاهلي. النادي هم اذكياء، هم عارفين ان النادي الاهلي بيتابعوا ملايين الملايين. صحيح. فهم بيكسبوا الجمهور بتاع النادي الاهلي والجمهور العربي، وكتب بيكتبوها باللغه العربيه كمان مش بالالماني، او بيكتبها باللغه العربيه عشان توصل. يعني ما هو ده ذكاء. زي محمد صلاح، محمد صلاح وصل، محمد صلاح دلوقتي غير محمد صلاح من 5 سنين. محمد صلاح دلوقتي ما بقاش لاعب كوره فقط، محمد صلاح انا بتكلم على بالنسبه للانديه الاوروبيه. محمد صلاح بقى سلعه كبيره. صحيح. يقدروا يعني عاوز اقول لك هو بيتعاقد معاه ممكن حته الكره، هو لعيب كبير طبعا، بس حته اللعب والماتشات والبطولات والحاجات دي اقل من الحته الماليه. لانه هم بيديله كام فيكسبوا منه كام فيعلي ازاي، فالموضوع بقت فوق الكره كمان في اقتصاد. هذا يعني ينطبق على كلامه تصريحاته الانترفيوهات اللي بيعملها، مش اي انترفيو، مش اي قناه يظهر فيها، عشان برضو البعض اللي طلع وانتقد ظهوره بمبالغ معينه وكذا، فده هو مش يعني مش هو اللي بيتحكم ولا ليه القرار النهائي في حاجه زي كده. انت فاكره القضيه اللي هي كانت بتاعه الايام المنتخب والطياره الرعايه والرعايه والحاجات دي؟ الناس لازم تعرف ان محمد صلاح بقى في حته اخرى. يعني محمد صلاح مش ملك نفسه، محمد صلاح ملك المؤسسه الاقتصاديه. اللعيب الاوروبي او اللعيب اللي بيلعب في الدوريات الاوروبيه ما بيبقاش ملك نفسه، بيبقى ملك حتى الصوره بتاعته لما بيجي يتصور مع الناس بيبقى ليها شروطها، وممكن اللي هي المتاحف اللي هي مثلا زي متحف ريال مدريد، زي المتاحف دي لما كريستيانو يجي يتصور كان لما كان في الريال ليه رقم كذا وليه النادي كذا. لما كريستيانو ده انا اقول لك حاجه، ده في انديه في العالم ممكن تاخد لاعب يقول لك مطلوب لاعب نجم قوي بس شعره كويس، لانهم عاملين مثلا اعلانات شامبوات على كريمات. دي حقيقه، ما ده بتكلم على الماركتنج اللي خارج. أيوة. وخاصه بنتكلم على تسويق محمد صلاح. صلاح زي ما بتكلم، يمكن اتكلمت في الانترو ان هو في حته مختلفه خالص وبيتعامل باحترافيه كامله، وعلينا احنا علينا ان احنا نحترم ده. خلينا نرجع تاني للكوره ومباراه كينيا. هل تفتكر ان الكابتن ان شاء الله باذن الله نفوز بكره، ايه اللي انت يعني تتمناه كابتن عادل من مباراه جزر القمر؟ هل تتمنى تشوف برضو المحترفين كامل الفرقه كامله، ولا نفسك تشوف وجوه جديده دخلت على المنتخب؟ عندنا امثله 4 5 وجوه جديده، الكابتن حسام البدري يبقى يديهم كمان فرصه على مستوى دولي ان يشوفهم في مباراه زي مباراه جزر القمر. ما احنا اتكلمنا كابتن هاني وقلنا احيانا الاستراتيجيات بتاعه المنتخبات ممكن تتعمل على عدد كبير من المباريات، وممكن في الوقت نفسه ان انا اكتسب لاعب دولي مظبوط واكسب لاعب دولي جديد وانا خلاص ضامن. يعني صحيح. أكيد يعني، وأنت مريت طبعا بالأمور دي كمدرب وأكيد كمان كلاعب. يعني في أوقات إحنا كمدربين نيجي نقول إيه، أنا خلاص ضمنت مثلا 4 7 أو يعني من 4 ل7 أماكن أساسية عندي. صحيح. وعندي 3 أماكن أنا شاكك فيها، فلازم أجرب فيها. هجرب فيها هل في التمرين؟ التمرين لا يصنع لا ينتج لاعب. صحيح. الماتشات هي اللي تنتج لاعب، الاحتكاكات تنتج لاعب. فانت دلوقتي وصلت، انا ليه اجهد لعيبه المنتخب بتوعي؟ حاجه كمان لازم يبقى في سنس عند المدرب انه محمد صلاح ثروه، انا مش محتاج المباراه لو ربنا كرمه. انا ليه اجهده؟ حتى كمان اللاعب نفسه يحس ان انت خايف عليه. احيانا تلاقي المدرب عايز يجيب محمد صلاح علشان ياكد لو انت شاكك 1 في المليون ان النتيجه دي هتاثر في وصولك لازم محمد صلاح يجي. طبعا، لان محمد صلاح لعيب تستخدم كل اسلحتك. طبعا. لكن لو انا وصلت فليه اجهد لعيبتي؟ يعني انت بتتكلم لو ان شاء الله كسبنا بكره يبقى مباراه جزر القمر فرصه بدون محترفين. انك كل المحترفين الصف التاني يشتغل استعدادا كمان لتجهيز، مش هقول بديل لكن تجهيز. يعني انت عندك محمد صلاح بيسد وزياده ربنا يديله الصحه، لكن لازم يكون عندك لا قدر الله صلاح ما جاش لغياب، او لا قدر الله لاصابه او انشغاله في الشامبيونز ليج، يبقى انت عندك كمان حد اديته مباراه وديه دوليه مش وديه كمان رسميه طبعًا دوليه طبعا فرصه كبيره تكسب.
وكمان يا كابتن هاني خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا، المباريات ما بقتش زي زمان. انت ممكن تعمل معسكر قبل مباراه منتخب اسبوعين ثلاثه، ممكن شهر. دلوقتي انت بتجيب اللاعب بعد قبلها ب 72 ساعه، يعني ثلاث ايام. فالثلاث ايام ممكن يكون لسه مخلص المباراه، فجاله شد ممكن ما يلعبش معاك. فانت لازم تجهز. احنا في كورونا ممكن اللاعب يحصل اي موقف يجي له كورونا، فانت لازم تعد اللعيبه. فانت كمان الناحيه النفسيه بتاعت اللاعب المحترف انت تكون حاسس بيه، يعني صلاح الضغط بتاع اوروبا مختلف عن اي اجواء. خلي بالك كمان واحساس ووجود اللاعب المحترف في الدوري المصري لازم كمان ياخد ثقه ان هو صلاح طبعا والنني يعني اكيد اساسيين، لكن كمان ادي فرصه للناس. لو عندي الامكانيه ان انا ادي فرصه للناس، لا انا العب باللعيبه كلها. يعني لازم يا كابتن هاني، اي تيم جاي لازم بيبقى عنده لاعب ولاعب بديل وجوكر بديل. بمعنى انه انا دلوقتي عندي منتخب، بالذات المنتخب غير النادي، النادي ما عنديش الرفاهيه دي، لكن المنتخب ابقى عندي اساسيين 10 اساسيين غير حارس المرمى، وعندي 10 احتياطيين، وعندي 10 احتياطي للاحتياطي، عندي 30 لاعب. علشان كده المنتخب زي منتخب البرازيل لما بيجي يعمل، لما بيجي يستدعوا لعيبه المنتخب البرازيل بيبقى عنده اربع فرق من المدربين، في اربع خمس ست مدربين بيختاروا الاربع فرق. الفرق الاولانيه دي بتاعت المدير الفني اللي ماسك باحتياطي بتاعه بالشغل بتاعه كله. التاني بيبقى فيه المساعدين للمدربين، انت عارف انه بيبقى فيه عنده مساعدين كتير قوي طبعا، فبيقول له اختار منتخب انا ما اخترتش واحد فيهم. الوحيد اللي ممكن ما يختارش لاعب منتخب، يعني الوحيد اللي يختار لعيبه طالما اختاروا، يبقى الثلاثه المدربين الاخرين ما يختاروش لاعب نفس اللاعب، بس ممكن يختاروا لاعب زي بعض. يعني انا ممكن اقول مثلا عادل هيبقى معايا في المنتخب ده، المدرب الثاني يقول عادل المدرب الثاني، لكن ما نقولش لو في لاعب في المنتخب الاولاني اللي خده اللي هو المدير الفني بتاع المنتخب الاساسي اختاره، محدش يختاره. فعلشان كده بيبقى عنده حوالي 40 لاعب. امكانياتهم عاليه، عندهم ناس كتير بتلعب في اوروبا، عندهم عدد كبير قوي من المحترفين، ولكن احنا نفسنا، ما احنا عندنا دلوقتي، احنا عندنا فريق ممكن يكون من المحترفين يلعب، وفريق كمان عندك من ده منتخب المانيا المحلية. قبل ما نطلع فاصل، ده اللي عمله منتخب المانيا، كان كسب طبعا كاس العالم للكبار، والمنتخب الثاني يعتبر المنتخب الثاني، وراح كسب كاس العالم للقارات. هي دي التواصل او دي الفكره اللي انت عايز تنقلها، ان يكون عندك قوام لمنتخب الاول اكتر من 40 50 لاعب، وبتدي طبعا مركز على المنتخب الاول، لكن كمان بتدي خبرات وماتشات دوليه كتيره جدا للصف الثاني، تحسبا طبعا لاي اصابه او وعندنا فرصة استعدادا للسنه السنوات اللي جايه. المنتخب الاولمبي مظبوط، المنتخب الاولمبي ده امتداد. الناس اللي لازم تفهموا ان المنتخب الاولمبي ليس نتيجه، المنتخب الاولمبي تدعيم للفريق الاول. ما فيش حاجه اسمها لعيب في الوقت الحالي يلعب منتخب، ممكن يلعب وهو عنده 16 سنه 17 سنه، وياما كم من اللعيبه الكتيره، زي ما لعيبه كبار كتير لعبوا في النادي الاهلي عندهم 16 و17 سنه، وكنت هاني وانا وعبد الجليل وعمر وناس كتير سنكم صغير قوي. من سننا صغير كنا في المنتخب اصغر اتنين، واحنا في كاس العالم نفسه انا كنت اصغر منك يعني بثلاث سنه ونص. ماشي عادي. طيب احنا هنطلع لفاصل دلوقتي، بعد الفاصل نسال السؤال، هل اللعيب الكويس بس المصاب افضل، ولا ممكن او قد يكون اللاعب ده اقل فنيا شويه بس سليم افضل في حاله زي اللي احنا بنتكلم عليها وفتحنا بيها النهارده البيت الكبير؟ بعد الفاصل يجيب كابتن عادل عبد الرحمن. برحب بحضراتكم مره ثانيه في البيت الكبير. يعني افكر حضراتكم بالسؤال اللي طرح في بدايه الحلقه، وكان السؤال بيقول من هو الهداف التاريخي لتصفيات كاس امم افريقيا؟ يعني جات لنا اسماء كتيره جدا، للاسف فهموا غلط، وكان يمكن حصل لبس للساده المشاهدين، هو الناس فهمت من هو الهداف التاريخي لكاس الامم الافريقيه، لكن احنا كنا بنتكلم من هو الهداف التاريخي للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم الافريقيه. على سبيل المثال من فيسبوك كان عندنا امجد يوسف بيقول طبعا مو صلاح، وكمان من على الفيسبوك ابو ياسين
بيقول محمد صلاح. انستجرام نفس الإجابة كانت عن طريق أحمد عبد السلام، وبيقول طبعا محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا. وعلى تويتر محمد أمين برضو نفس الكلام، ويمكن محمد أمين كاتب محمد صلاح ب 14 هدف. طبعا هو الإجابة أكيد الصحيحة محمد صلاح. يمكن محمد صلاح بدأ مشواره في التصفيات الأفريقية كمان في أكتوبر 2011 بإحرازه يمكن هدف أمام منتخب النيجر، وكان ليا الشرف أن أنا كنت المدير الفني، وكان المنتخب الأولمبي بيلعب باسم المنتخب الأول بعد طبعا ما كان تأكد خروج منتخب مصر من التصفيات. لعبنا في 2011 في أكتوبر 2011 أمام النيجر هنا في القاهرة وكسبنا 3-0، وكان بداية تهديف محمد صلاح على مستوى التصفيات الأفريقية. هو فعلا مو العالمي هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر على مستوى تصفيات أمم أفريقيا. كابتن عادل، بمناسبة محمد صلاح، هل إمكانيات واحد زي محمد وفنياته ممكن المدرب أو المدير الفني يعمل لها حساب فبالتالي غير بسببها طريقة اللعب؟ هذه الامكانيات اكيد طبعا، يعني اللي انت بتقوليه صح تماما، لانه اللاعب زي محمد صلاح ممكن المدرب يغير طريقته علشان يخلي محمد صلاح في الحته اللي هو ممكن يكون بيلعب فيها كويس. بدليل اديكي دليل على الامر ده، انه احيانا محمد صلاح في ليفربول لعب راس حربة. محمد صلاح كان بيلعب ناحيه اليمين، فلما لعب ثلاثه، لا ما يمكن ليفربول بيلعب بالثلاثة اللي هو ماني وصلاح أو فيرمينيو علشان حتة التحرك بتاعه. لو عنده لاعب تاني وهي دي طريقة ليفربول، لكن محمد صلاح ممكن في منتخب زي فرقة منتخب مصر، وكان كتير قوي احنا لو فاكرين كنا بنقول عاوزين المدرب بتاعنا يعمل طريقة لعب اللي هو ممكن يلعب في ماتشات كتير يلعب من غير محمد صلاح عشان نتعود لو لا قدر الله محمد صلاح مش موجود. ويمكن لما لعبنا اليونان ولما لعبنا البرتغال قلنا الكلام ده، قلنا ان صلاح لما يكون متواجد مع المنتخب انت ممكن تلعب بطريقه، طب لما محمد صلاح ما كانش متواجد في ماتشات مع المنتخب اتغير طريقه اللعب. فكلامك صح تماما، انه لازم المدرب يطوع فرقته على فكره امكانيات اللاعبين. بس الفكره دي اعتقد اتغيرت في منتخب مصر دلوقتي، ما بقاش يعني ما بقناش نستلم ان الموضوع كله محمد صلاح، وهو محمد صلاح هو الوحيد اللي بيجيب جون، او محمد صلاح اكيد مهم جدا وجود محمد صلاح، لكن في عناصر جديده ظهرت وطرق اللعب اختلفت شويه. انك عندك على سبيل المثال مثلا قفشه بقى من هدافي بطولات افريقيا، احرز 5 اهداف، بقى وارد جدا ان قفشه بيبقى عنصر ممكن يجيب جون. عندك مصطفى محمد ممكن يجيب جون، عندك تريزيجيه مع أستون فيلا ممكن يجيب جون، عندك كمان النني من وسط الملعب ممكن يجيب جون. فموضوع ان المنتخب محمد صلاح قيمة كبيرة جدا في منتخب مصر، لكن اللقب اللي يمكن من سنتين ثلاثة ان محمد صلاح او منتخب مصر بيلعب بس بخطة محمد صلاح اللي هو ادي صلاح عشان يجيب جول، اعتقد دي اختلفت يا كابتن عادل. طب اقول لك حاجة كابتن هاني، دلوقتي محمد صلاح بيلعب في ليفربول اللامركزية، صحيح هو بيلعب ممكن احيانا يلعب راس حرب. صحيح. طب عندك دلوقتي فرود متميز مصطفى محمد ثابت وبيلعب في حته الراس حرب، مظبوط. محمد صلاح هيرجع ناحيه اليمين تاني، ما دي النقطه اللي كنا لسه بتكلم فيها مع كريم برضو. عمليه ازاي نستفيد من قدرات محمد، اكيد الفنيه الكبيره محمد صلاح، وكمان ازاي نستفيد من مصطفى محمد اللي هو بيلعب بلاير بوكس جوه 18، فدي هنشوفها بكره. وارد جدا ان محمد صلاح يشتغل يخش على جوه مصطفى محمد يستنى الكروس شويه، او مصطفى محمد ينزل تحت عشان يفتح لمحمد صلاح وتريزيجيه، فدي كلها اداره فنيه. لا، ومصطفى محمد مش من اللعيبه اللي بيلعبوا ممكن يتحرك ناحيه اليمين وممكن يتحرك ناحيه الشمال. مصطفى محمد قناص فرود جيد بيلعب بس في حته الراس حرب، يبقى انت هتخسر هنا تحرك محمد صلاح. ما هو دي بقى الإدارة الفنية بكره نشوفها. ما انا هقول لك. طب قول لي الكابتن حسامي هيعمل ايه؟ لا، ما هو دي بقى اللي انا بقول لك عليها. والسؤال سهام قالت كده انه ممكن يغير طريقة، ممكن يغير طريقة لعبه. كابتن حسام. ممكن دلوقتي محمد صلاح عشان استفاد منه 100%. ايوه، ما طريقة اللعبة تتغير ازاي؟ انت بتلعب 4-2-3-1. كويس؟ اوكي. انت هتلعب 4-2-3-1 اكيد تارجت سترايكر هيكون مصطفى محمد. اكيد. اكيد. مش تغيير في طريقه اللعب اكتر من ممكن توظيف شويه او العلاقه ما بين محمد صلاح
ومصطفى محمد ان يبقى في تعليمات مثلا مختلفه شويه لمصطفى محمد في اللحظه ان صلاح حاسس ان صلاح بيخش على جوه اطلع انت لبره شويه، او لو الكره على الاطراف قوي من محمد هاني او مثلا احمد ايمن منصور يبقى انت لازم كده كده متواجد عشان تلعب بدماغك. فهي كلها تعليمات مش تغيير جذري في الخطه، يعني هي تعليمات ما بين اللاعبين ونفسهم مع بعض. يعني انا دلوقتي مثلا اقرب مكان من وجهه نظري في ال 4-2-3-1 لمحمد صلاح في وجود مصطفى محمد اللي هو تحت مصطفى محمد. ليه؟ علشان يلعبها كمهاجم متاخر، علشان انا احيانا مش عايز اجد محمد صلاح في الحته الدفاعيه عشان يديني الحته الهجوميه 100%. صحيح. ممكن تريزيجيه هو اللي يشتغل الحته الدفاعيه وينزل يقفل ناحيه الشمال مثلا لو لعب، وممكن ناحيه اليمين اي لاعب هيلعب ناحيه اليمين ممكن ينزل يقفل الحته دي، لكن محمد صلاح ومصطفى محمد. طب افرض احنا بقى بنلعب فرقه كبيره زي نيجيريا، زي مثلا فرقه من الفرق العالميه مثلا ايطاليا فرنسا الحاجات دي، عمر ما هيلعب بمصطفى محمد ويلعب ب لا ليه محمد صلاح ليه؟ لا انا شايف ان مش هيكون فيها تعارض، مش هيكون فيها تعارض خالص. يعني في الوقت ايه، في الوقت اللي انا عايز اقول لك كابتن هاني، انت بتلعب منتخبات انت في المتناول، لكن لما تيجي تلعب منتخب اقوى منك بمراحل فانت مش هتلعبه كانه فرقه في المتناول. ما خلي بالك عقبال ما نوصل لدي كابتن عادل، اعتقد محمد صلاح يعني التفاهم ما بين محمد صلاح ومصطفى محمد خلال ان شاء الله الفترات اللي جايه هيزيدوا هيفهموا بعض. انت عارف اللعيبه الكبيره برده بتبقى برده العمليه بتبقى اسهل كتير. يعني مصطفى محمد ليه اقول لك؟ لانه انت كنت محتاج من بعد حسام حسن لو فاكر ما كانش فيه الفرود في منتخب مصر الثابت عماد متعب صريح عماد، وبعد عماد متعب عماد كان لعب مع حسام فترة، وبعدين عماد متعب، ويمكن عماد متعب ما كانش زي حسام أكيد في الحته طبعا أكيد. لا عماد متعب كان مختلف تماما. يعني حسام حسن كان التقليدي، لكن عماد متعب الفرويد المثالي اللي هو الجديد اللي بيتحرك وكده. مصطفى محمد رجعك بقى للحته دي تاني. مصطفى محمد رجعك للمهاجم الشرس اللي هو يقدر يصبر، يقدر يبقى يشتغل في حته ال الكور العاليه، الكور المتحركه. عشان كده انا بقول لك ايه، احيانا المدرب لما بيجي يحط طرق اللعب ما بيحطهاش هو كمدرب. يعني انا مثلا على سبيل المثال ممكن احب العب 4-1-4-1 كمدرب، ممكن امسك انديه ما اقدرش العب بيها 4-1، امكانيات لعيبه امكانيات اللعيب. يبقى احنا هنا بنقول ان طريقه اللعب بتتحط على امكانيات اللعيب. اهم لاعب عندك صلاح، فلازم اطوع مش الفرقه كلها، انا لازم اعمل بدايل. ما هي دي الفكره، لازم اعمل بدايل. اوكي اعمل بدايل، انا مش بدايل، نتكلم على التعليمات الفنيه عشان بس نخرج من نطاق المنتخب، عشان عايزين نتكلم كمان عن النادي الاهلي. فان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، وباذن الله يكون في دويتو كويس ما بين مصطفى محمد ومحمد صلاح. أتمنى. انا سالت سؤال قبل الفاصل عن اللاعب الكويس او المتميز فنيا بس النهارده مصاب، افضل بالنسبه للمدرب الفني من مثلا لعيب ممكن يكون اقل فنيا بس سليم؟ اكيد طبعا. يعني سام انا دلوقتي انا بكل قوتي حتى لو اقل من اللاعب الاخر ومصاب. يعني هديك مثال، ايمن اشرف مثلا، ايمن اشرف ممكن ما يشاركش بكره كاساس ولا هيشارك. على فكره مش هيشارك، هو ده اللي كان انا وكابتن هاني كنا بنتكلم فيه. ليه ما خدناش واحد تاني وايمن يقعد يتعالج هنا، وليه ما خدتش واحد تاني تكتسب يعني ياخد خبرات الدوليه، خبرات والسفر والمنتخب والضغط العصبي والحاجات دي؟ ما هي دي بقى الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها كابتن هاني، التميز والفكر اللي هو انت بتشتغل لبكره. ايوه بتوسع القاعده بتاعتك، فخلاص انا مش هستخدم ايمن اشرف مثلا، ومش احنا مش بنتكلم عشان ايمن اشرف اهلي ولا حاجه، لا بالعكس اي لعيب مصاب يعني اي لعيب مصاب انت بتستخدمه. لما تيجي تستخدمه دلوقتي، طب انا هاخده اعمل ايه؟ يعني هل هيتعالج معايا بره؟ اكيد لا. هل انا باخده علشان يتاقلم مع الفريق؟ ايمن اشرف لعيب دولي بقاله لا مالهاش دعوه بالتاقلم كتير. لا انت تاخد بقى لاعب تاني هيتاقلم مع المنتخب، عشان لو احتاجته وارد اي حد يصاب. صحيح. وارد اي حد يجي له اي كورونا ولا اي عندك لعيب يبقى عندك. فالسؤال اللي انت بتقوليه يا سلام مهم، انه اللاعب اللي هو السليم افضل من اللاعب حتى لو كويس حتى لو اقل فنيا، لانك انت ممكن تضغطي عليه مش هيديكي بعد كده، هتيجي في الاهم والاهم والاهم في مبارياتك مش هتلاقيه قدامك، فاهماني؟
فانا احافظ عليه علشان يقدر يأدي. انا اي لعيب مصاب عندي لازم اوصل بيه، وبالاخص واحنا كنا بنتكلم في الامر ده ان احنا عندنا رفاهيه الوصول. احنا الفرقه الثالثه بالنسبه لنا عندها 3 بونت، فاحنا ممكن محتاج يا كابتن عادل نقطه عشان احنا محتاج من ماتشين فاقدر ان انا اوصل. فليه اجازف بلاعب اخده معايا في سفري؟ انا ممكن ادخل لاعب تاني، يعني لو في اسم جديد ما راحش المنتخب زي مثلا احمد ياسر ريان، الناس الصغيرة دي لما دخلت كمان كنت ممكن اكتسب اسم تاني. اخد واحد مكانه واخده معايا، اعرفه ازاي منتخب، اعرفه ازاي ان يتأقلم، محمد صلاح يشوفه، احمد حجازي يشوفه، الناس دي تشوفه، يتمرنوا معاه عشان لما يحتاجه يلاقيه. لكن انا ما اخدش حد مش هستخدمه، فرصة استخدامه قليلة ما اخدوش يعني. طيب هو عموما مصر من اكتر المنتخبات اللي لعبت بطولة افريقيا، ومسألة حتى يعني حتة الوصول دي مش طموح يعني، يعني دايما انت متعود على التتويج. بمناسبة النهاردة كان عندنا زيارة مهمة جدا جدا قام بها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي لنادي سموحة، وزار طبعا اكيد المهندس فرج عامر. شفت الزيارة دي من انهي منظور يا كابتن عادل؟ بس يعني انا شايف علاقة الكابتن محمود الخطيب بالأندية في مصر علاقة متميزة، يعني فكرة جديدة ان هو علاقتنا بالأندية حتى الأندية السكندرية يعني. بكرة فعلا برضو في دعوة من السيد محمد مصلحي هيكون موجود في اتحاد السكندرية. هو علاقة الأهلي بجميع الأندية بصراحة، علاقة الكابتن محمود برؤساء الأندية مهمة جدا في الوقت الحالي، ان هو الناس بتحب ان هو يعني عايز اقول لك النادي الاهلي منظومه كبيره، وكمان على راسها كابتن محمود الخطيب، فدي حاجه مهمه للانديه كمان وللنادي الاهلي كمان. انك انت ايه رمزيتها؟ رمزيتها ان هو التعاون الشد العصبي اللي بيبقى، اللي هو الكرة القدم ما اتخلقتش علشان دي، اتخلقت عشان المتعه وعلشان العلاقات وعلشان المصالح بتاعت والقوه الناعمه بتاعت مصر اللي احنا بنتكلم عليها دايما. فلما يبقى في تعاون، او مش بمعنى التعاون عشان الناس ما تفتكرهاش، العلاقات الطيبه، لان كره القدم والرياضه علاقه طيبه اصلا يعني. دي رياضه فيها منافسه في البطولات والحاجات دي، لكن هي اصلا بتاعت الاخلاق الرياضيه اللي المفروض بيرسيها. يعني مثلا لما احنا نيجي نلعب سموحه مثلا الاهلي، وشايفين العلاقه ما بين الكابتن محمود الخطيب ومهندس فرج او محمد مصلحي الناس دي، لما الحده بتاعت التعصب والتعصب ده لان رؤساء الانديه احنا دايما يا كابتن هاني لو فاكر، احنا لعيبه الزمالك والاهلي احنا جوه الملعب حاجه والناس بره حاجه ثانيه. احنا بنقعد نهزر وبنضحك مع بعض وبنشوف بعض وبنخرج مع بعض وبنعرف بعض وعلاقتنا، يمكن اقول لك حاجه، في المنتخب واحنا كنا في 90 كانت علاقتنا بلعيبه الزمالك يمكن مميزه عن علاقتنا بلعيبه الاهلي، دي حقيقه. دي يعني انا كنت قاعد مع شماكن في نفس يعني في اوضه واحده، دي العلاقه ما بين اللاعبين، ودي أكيد. انا دي على مستوى المنتخب دي دائما وابدا علاقات الانديه مع بعض الكابتن مميزه محمود اللي عملها بالانديه صحيح. علاقه مميزه، ويعني عايز اقول لك النادي الاهلي ده الدور بتاعه، لانه النادي الاهلي صحيح. عنده رياده في يمكن احنا ودي حقيقه، يعني احنا بنتكلم على ارقام وحاجات كده مش عشان بننتمي النادي الاهلي، انت الاول في مصر، انت المفترض انك انت كبير مصر في كره القدم، ودي حقيقه ومحدش يزعل مني فيها، لانه دي حقيقه بالورقه والقلم، احنا الاول في كل حاجه. فعلشان كده انت لازم تبقى علاقتك بالناس غير علاقات الناس ببعض التانية، انت لازم تكون بالمثل طبعا وبتعمل الحاجات دي فالعلاقه. وبعدين كمان لما يجي لك شخص محبوب ما فيش اختلاف عليه، حتى من الناس اللي بره، حتى من رؤساء الانديه اللي بره زي كابتن الخطيب، فافتكر ان هي حاجه جيده يعني. وده اتضح كمان من استقبال الاعضاء، يعني كابتن الخطيب راح نادي سموحه وكان في اعضاء باختلاف انتمائهم بصراحه طبعا. يعني بس عايز اقول لك حاجه في الحته دي، مبسوطين انه يشوفوا قيمه كبيره زي كابتن محمود. اقول لك حاجه، حتى لو مش رئيس النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب لما بيروح حته انت عارف يعني أكيد عنده اكيد دي حاجه رباني يعني، ويمكن عشان هو نجم فوق العاده في الحاجات دي كلها، ولكن كمان
الجميل ان يبقى عشان كده احيانا كتير قوي كنا بنتكلم على قيمه النادي الاهلي محتاجه رؤساء بالشكل ده. الله يرحمه الكابتن صالح لاعب كبير ليها كاريزما خاصه كابتن حسن حمدي طبعا ليها كاريزما خاصه طبعا يعني اللي هي اللي هي النجوميه اللي انت تستاهل النادي الاهلي لان النادي الاهلي كبير. النادي الاهلي حتى هم كل طبعا رؤساء النادي الاهلي اكبر من اي حد كل رؤساء النادي الاهلي كابتن عادل كلهم يستحقوا لكن بتبقى ميزه انك كمان اسطوره كره القدم يعني كمان لا ومش في كره القدم وبس يعني كابتن محمود الخطيب في الوقت الحالي مش بتاع كره قدم بس على فكره لا انا اقصد يعني رمز أنا من اساطير كره القدم بغض النظر عن رئاسته للنادي الاهلي الموضوع ده مهم يا كابتن هاني يعني احنا بنشوفه امكانيه يعني الامكانيات اللي بياخدها الفرق الاخرى زي الفوليو زي الهاندبول وزي الباسكت والحاجات دي بقت زيها زي الفرقه الكوره يمكن اختلاف بس ان فرقه الكوره شعبية. عليها شعبيه قويه والحاجات دي لكن يعني اخر مباراه دي مباراه في الدوري اللي كانت اهلي والزمالك طايره اللي هو اول كابتن محمود الخطيب كان حاضر يعني دي مباراه في الدوري وليس مباراه نهائيه صحيح يعني زيها زي اي مباراه صحيح. في الدوري احيانا ما بنروحش مباراه كره قدم كابتن صحيح لكن راح دي ده دوره كرئيس نادي طبعا حتى البنات الباسكت كره اليد بنات راح و فدي بقى الميزه انك انت يبقى عندك نجم كبير قوي يمكن اقول لك حاجه انا قريب من لعيبه الفولي على فكره ومنهم عبد الله عبد السلام انا لما بسلم عليه بقول له عبد الله مبروك بكلمه عبد الله كان معانا على التليفون من شويه لعيب كبير طبعا لعيب كبير طبعا قال لي تخيل كابتن بيبو جنه ويعني كان كان سعيد طبعًا. انه انه طبعًا. انه, إنه جه وداهم روح كويسه على فكره لما انت لكن في الاخر احنا بنتكلم على انه النادي الاهلي رائد في اي دايما نقول الحمد لله على نعمه الاهلي يعني الحمد لله على نعمه الاهلي يعني الناس بتزعل احيانا الناس كتير قوي وفاهمه الموضوع غلط لما الناس تقول لك الاهلي فوق الجميع فوق الجميع احنا فوق الجميع احنا 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 ولاد واحنا او اي حد بينتمي للنادي الاهلي فوقه هو ده النادي الاهلي كابتن عادل يعني وان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله بكره فوز ان شاء الله يؤهلنا للكاميرون 21 كل التوفيق كمان للنادي الاهلي الفتره اللي جايه والمشوار الافريقي الكبير كابتن عادل بنشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتن هاني شكرا جزيلا ليك يا كابتن عادل شكرا جزيلا لكم مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده في البيت الكبير بكره حلقه جديده ان شاء الله من 10 لواحد تصبحوا على خير